تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز. تهانينا والناموس. يا هاجسين لا من بدال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي قناة جبير، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الثامن في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الثامن وهو الشوط الخاص بالجعدان، آخر أشواط الصعود في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي ومن أرضية هذا الميدان، ميدان دستور، أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي. ومع انطلاقات هذا المهرجان، مهرجان ضوء، انطلاقة سليمة ورائعة، ننطلق بالصدارة. نتابع بداية هذا الشوط وأرى لزام من قاد المجموعة، مسري بن عبد الله بن قاعد الحميري من انطلق بالمقدمة، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرى التحديات أيضا من مصيح بشعار سالم بن راشد بن غدير، ومع المركز الثالث القدوم من ملهم بهيان بن عامر بن قانوش العامري. ننطلق مع المركز الرابع، نتابع المركز الرابع وراء التسلل والتحديات المثيرة. ننطلق مع المركز الرابع وراء القدوم في هذه اللحظات والتسلل مشاهين لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري، ومع المركز الخامس ناصي لحمد بن سالم بن دري الفلاحي. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن بنعود مع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة وراء هني مصيح، مصيح من انطلق بالصدارة سالم بن راشد بن غدير، من يتابع انطلاقة مصيح. ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر التحديات المثيرة من ملهم بهيان بن عامر بن قانوش العامري، ومع المركز الثالث شاهين بشعار محمد بن سالمين بن مبارك العامري. الكوكبة ثلاثية على مقدمة هذا الشوط مع هذا المثلث الذهبي. نتابع مصيح من يشق طريقه الى الانتصار، الى التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام في تجاربه الاولى بنت هذا العالم الساحر. نتابع المركز الثاني وارهني ايضا ارى ملهم بهيام بن عامر بن قانوش العامري، ومع المركز الثالث ارهني شاهين لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري. من ينطلق مع المركز الثالث؟ نتابع المركز الرابع والقدوم والتسلل، التسلل من معوض لسعيد بن عامر بن سالم المغيري، ومع المركز الخامس التحديات القادمة من مغادر لغالب بن سعيد الوهيبي. ولكن لنا عودة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير، الصدارة والمقدمة. نتابع مصيح من صاحب صيحات الناموس والانطلاق المثير على مقدمة هذا الشوط بهذا الشعار، شعار سالم بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة مصيح؟ ولكن الهجوم 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 والتحديات القادمة. نتابع ملهم لبهيان بن عامر بن قانوش العامري من الجانب الآخر، وأرهني شاهين لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري. واللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة، ومصيح انطلق بناموس هذا الشوط. سلام سلام مرغم سلام، تحية واحترام، اسعدت صباحا وللمرة الثالثة تهانينا لسالم بن راشد بن غدير على انطلاقة مصيح. ما شاء الله تبارك الله، أداء متميز، عرض استثنائي يقدمه في اللحظات الأخيرة، واندفاعة متميزة. سلام مرغم سلام، تهانينا لسالم بن راشد بن غدير. بينما اللي وصل مع المركز الثاني منهم لبهيان بن عامر بن قانوش، المركز الثالث لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري، المركز الرابع صنديد الحمد بن سعيد بالزفنة الأعفاري، والمركز الخامس المبارك بن مظفر بن محمد العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى في شوط حمل التحدي
حمل الإثارة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن لدى مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مصيح إلى خط النهاية 4:36، ست أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن راشد بن غدير على فوز مصيح بالمركز الأول والنقطة الثالثة في هذا الصباح، بينما إلو وصل مع المركز الثاني ياتي بتوقيت زمني مقداره 4:41، جزئين من الثانية اللي هو ملهم مشاهدينا متابعين الكرام لبهيان بن عامر بن قانوش العامري، واللي وصل مع المركز الثالث شاهين ياتي بتوقيت زمني مقداره 4:42، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري.